وعندما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي فإن بوابة هذا الإصلاح يجب أن تمر من خلال الاستخدام والاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز. كنا نحرق الغاز المصاحب للإنتاج طيلة سنوات. بإنجاز هذا المشروع تمكنا من استثمار هذا الغاز بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي. نستذكر هذه المرحلة بالكثير من الألم للتضحيات من الأبرياء من كل أطياف وألوان الشعب العراقي. بنفس الوقت نفتخر بالوقفة المشرفة لأبناء شعبنا العراقي بكل مكوناته وأطيافه، والذي رسم ملحمة تاريخية تسجل في تاريخ العراق. نحن نؤمن بأن السبيل الوحيد أمامنا جميعا هو السعي الحثيث لوقف إطلاق النار أولا، لمنع توسع الصراع وإنهاء الجرائم التي ترتكب بحق سكان غزة، ومن ثم العمل بجدية على استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية والقانونية، في أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى كامل ترابه التاريخي. قد آلينا على أنفسنا وقدمنا في برنامجنا الحكومي دعم وتعزيز مكانة القوات المسلحة بصنوفها كافة ومن ضمنها الحشد الشعبي المجاهد.